في أجواء رمضانية مميزة ووسط حضور جماهيري كثيف، انطلقت حفلة ليالي المقامات الروحية ببيت الصنار الأثري التاريخي وسط القاهرة في دورتها العاشرة. المهرجان نفسه فيه طابع روحي جميل جدا، وفي رسالة أيضا إنسانية عظيمة جدا. المهرجان بيقوم على الجمع ما بين صنوف من الموسيقى المختلفة اللي بتعكس ثقافات مختلفة وتعكس تعددية ما بين الثقافات. حفل الافتتاح أحيته فرقة رسالة السلام وسماع للرقص الصوفي المولوي تحت إشراف المايسترو انتصار عبد الفتاح مؤسس الليالي. أولا أهمية هذه الليالي الحقيقة مهمة جدا، لأن شهر رمضان شهر له مذاق خاص، وبالتالي إحنا في شهر رمضان بنقدم ليالي المقامات الروحية، والجمهور كل سنة الحقيقة بيستناها بشغف وبحماس وبحب. التظاهرة الرمضانية تستمر حتى 25 من هذا الشهر، ويضم برنامجها باقة مختارة من الأغاني التراثية والعروض الموسيقية التي تعكس تنوع وثراء الثقافة الإسلامية عامة.